هتموتني امين. النبي امين يا امين، هتموتي يا امين. العربيه يا امين، هتموتني يا امين. يا امين حرام عليك يا امين، حرام عليك يا امين، حرام عليك يا اخي، كنت هتموتني. ايه عاوز تنتحر؟ ما انت ما عندكش حاجه تخاف عليها. حرام عليك انت يا شيخ، ارحميني بقى، بتذل فيا ليه؟ كل ده عشان ما بخلفش وما عنديش فلوس زي الزفت اللي كنت قاعده تتمرقعي معاه. انت اتجننت؟ انت اتجننت يا امين؟ ازاي تفكر كده؟ هي دي اخرتها؟ وصلت بيك السفاله انك تتهمني في اخلاقي؟ انت اكيد ما كنتش شايفه نفسك مبهوره بيه ازاي، واكيد ما كنتش شايفه نفسك وانت معجبه بكل كلمه بيقولها وبتبصيلي وكأنك بتقولي لي افهم يا حمار، وكأنك بتقولي شوف الناس بتعمل ايه وانت فاشل. انت ما كنتش شايفه نفسك وانت ماسكه السكينه تلمى تذبحيني بيها بعينيكي على كل كلمه بيقولها مش موجوده فيا. انت عارفه الاحساس ده اسمه ايه؟ احساس العجز، عجز الراجل اللي ما بيبقاش مالي عين الست بتاعته، الست اللي بتبات جنبه كل يوم في سريره. طلقني يا امين، انا ما اقدرش اعيش مع حد بيشك في اخلاقي، ما عنده ثقه في نفسه. انا عندي بابا، ورقة الطلاق توصلني هناك.